إنه لشرف كبير لي أن أقوم بمهمة مناسقة النقاش بهذه الجلسة التي يشارك فيها القادة الرفيع المستوى، وأن أتمنى أن يكون ذلك لي في مصلحة وخير البشرية. أيها سوف أتحدث باللغة العربية الآن لأننا في جلسة الأمم المتحدة، وهذا خير مكان لي ومنصة لتبادل الآراء، لذلك أنا أتحول الآن إلى اللغة العربية. إذا سوف نتحدث عن في هذه الجلسة عن أمور كثيرة. أود أن أبدأ من السيدة فومزيل ملامبو نجوكا، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبعدها السيد يونغ لي، مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو. أرحب بك وأنا سعيدة بلقائك. بعد ذلك ستتكلم السيدة جابرييلا راموس، مساعدة المدير العام للعلوم الاجتماعية والإنسانية اليوناسي. أنا سعيدة أيضا بلقائك. وبعدها ماريو سيمولي، نائب الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. أرحب بالسيد سيمولي. فيما بعد السيد أندرو سوليفان، الرئيس التنفيذي لأيسوك. سعيدة برؤيتك يا سيد ماريو. بعد ذلك السيد جوش كالمر،
كل شيء على ما يرام. أنا أيضا سعيدة. والسيد هو رئيس السياسة العامة العالمية والعلاقات الحكومية لشركة زوم. وفيما بعد السيد ريلي لاباراينين مدير التنمية المستدامة في فينجو. والسيدة كلير ميلاميد المديرة التنفيذية في الشراكة العالمية لبيانات التنمية المستدامة. أيضا سعيدة جدا بوجودك معنا. قبل أن نبدأ أود أن أحضر أسس لقائنا. أود أن يجيب السادة كيف يمكن للإنترنت والسياسة الرقمية أن تدعم التنمية الاجتماعية في لحظة وجود الجائحة التي تعم العالم تقريبا. أبدأ من السيدة فومزيلة ملامبو نيجوكا المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة. نهاركم أرحب بجميع المتحاورين والمستمعين إلينا. مثلا واحد أضربه في البداية في الترحيب وأتقاسم به معكم وله أهمية قصوى لنا خاصة ونواجه جميعا جائحة كوفيد 19 وعواقبها، ويتعلق هذا المثل بالعنف بحق النساء. هذا مثل في غاية الأهمية لعدد كبير من النساء. لا ننسى أن حالات العنف الموجهة بحق المرأة في على خلفية الجائحة، والنساء حول العالم يعانين في مختلف المناطق حيث زاد فيها الاعتداءات على النساء بنسبة 40%. كأننا نواجه قائمة واسعة من الحلول مثل وظيفة التموضع الجي بي اس. بإمكان المرأة إرسال رسالة نصية مع موقع الجي بي اس مخبرة عن المسببين. فهناك 135 دولة استجابت لنداء الأمين العام المتحدة في هذا الشأن، ولكنها ليست كل الدول. فهذه الحلول المثلى موجودة، والجواب الذي حصلنا عليه بالتعاون مع فيفا، وأعني هذه الحملة من أجل صحة دول مثل تايلاند والفلبين وفيتنام وكوريا الجنوبية وماليزيا. النساء في تلك الدول يستفيدن ويستخدمن هذا التطبيق، مما يسمح لهم بإبلاغ السلطات المعنية عن حالات الاعتداء بحق النساء استفادة من الحلول الرقمية. هناك منصة عالمية النطاق تتيح قائمة من الخدمات والتطبيقات المتاحة في الدول، وذلك بالتعاون مع الفيسبوك. معناه أن الوصول إلى هذه المنصة متاح من كل أنحاء العالم. والسؤال الذي يطرح نفسه هو الآتي: معظم النساء في العالم لا يمتلكن الهواتف الذكية وليس مرتبطات أو موصولات بشبكة بواسطة الهواتف الذكية المحمولة. تلك أو هؤلاء النساء غير الموجودات في الشبكة هي كثيرات. شكرا جزيلا. شكرا شكرا للسيدة. وأنا أعطي الصوت للسيد يونغ لي. طيب
ولتعطينا مثلا واحدا فقط في مجال المقدمة. أعتقد أن اليونيدو هي منظمة مختصة بالنمو الصناعي للهدف التاسع، فقد وضعت الجائحة أمامنا تحدي جديد بحيث أننا نستعمل ابتكارات جديدة لاستعمال التقنية الرقمية في الإنتاج الصناعي وإلى إدارة مخلفات الصناعية، وأيضا في أي أسلوب نستطيع أن نستخدم القضايا الابتكارية لاكتشاف سلسلة التسمم البيئة. إذا نستعمل هذه التكنولوجيا الرقمية من أجل دعم الإنتاج في مجال الزراعة بشكل خاص. لذلك هناك أسلوب المسيرات التي تستخدم في هذا المجال، في مجال ساحة العمليات الزراعية، وهناك أيضا ابتكارات للتأهيل عن بعد، وهو بالنسبة لنا قوة كبيرة، فإذ نستطيع أن هذه المنصة التعليمية تقوم ب كما قالت زميلتي منذ قليل أن النساء هم يعملن في صناعة النسيج بشكل عام، وأغلبهن بعيدات عن الابتكارات الرقمية. لذلك أنشأنا مدارس لتعليم النساء وزيادة مهارتهن في مجال التعامل مع التقنيات الرقمية، ونحن لدينا ثقة بأن هذا سيؤدي ثماره في المستقبل. شكرا على إعطاء الصوت. أما الآن فأرجو مثلا آخر من سيدة جابرييلا راموس، أرجو الإيجاز في الحديث والاستضافة، ليست لديك إلا دقيقة واحدة. أهلا وسهلا، وأرحب بالمشاركين في هذه الجلسة. يونسكو هي وكالة تختص بالتواصل والتعليم والثقافة والموارد الإنترنتية، ونحن قلقون كثيرا بسبب عملية التضليل أو الأخبار المضللة التي تكون كثيرة جدا في الشبكة. لذلك أطلقنا حملة بتعاون مع الاتحاد الأوروبي لمجابهة التضليل هذا الذي يستخدم لنشر نظريات المؤامرة، وذلك باستخدام الهاشتاغات. نكافح ونحارب المعلومات التي ليس لها أسس من الصحة. وهناك ميديا انفورميشن ليتيرسي ريسورسز وغيرها من الموارد والأدوات المتاحة في هذا الغرض. لدينا تكنولوجيات رقمية نحاول نشر المعلومات الحقيقية عن جائحة فيروس كوفيد-19 من الناحية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وأخيرا وليس أخيرا، نحن أريد الحديث عن فيما بعد عن التوصيات. وشكرا جزيلا السيدة جابرييلا. الآن إلى السيد ماريو سيمولي. السيد ماريو سيمولي، نرحب بك. Uważajcie, bo jest brilej.
أرحب بكم جميعاً. نحن غالباً ما نتعامل مع الناس الذين هم مقصيين من يعانون من الإقصاء، وهذه المنصات الرقمية التي هي يمكن الوصول إليها عن طريق الهواتف المحمولة تسمح لنا باتصال سريع، وخاصة في قطاع الاتصالات الرقمية، وهؤلاء الناس الذين يعملون في هذه الفئة من الناس، وهم أقول أن حوالي 50% من الناس ليس لديهم وصول إلى الإنترنت أو لمنصات المعلومة. وهنا أقول أن الشركات القصيرة، الشركات الصغيرة والوسطى في أغلب أمريكا اللاتينية تقوم ببيع منتجاتها عن طريق الإنترنت، أي أنها تتجاوز العديد من الروتين في العمل الرسمي، وهذا أثر بشكل إيجابي، أي العالم الرقمي على ابتكارات العمل عن بعد. وهذا حوالي 30 مليون من الطفل ليس لديهم إمكانية للدخول إلى المدارس لا عن بعد ولا عن قرب. هذه عدة أمثلة ضربتها لكم الآن. شكرا. يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال. لا، رجعت الصورة. نواصل الجلسة. ما الآن فدور السيد سالفا، فليتفضل أن يقدم مثله هو. طبعا سأقوم بذلك. هذا المثل أول مثل الذي أتحدث عنه، هذا مثل الإنترنت في عصر الحادثة، ولكن في هذا الأسبوع كنت غير محظوظ، وتوفي صديقي وعائلته مقيمون في كل مكان في مختلف أنحاء العالم ويتنقلون، وهذه القيود المفروضة على السفر منعتهم من المشاركة في جنازته في أوكتاوا في كندا. فنحن فتم الاجتماع افتراضيا بالإنترنت، وهذا أعطانا مجالا من اللقاء المشترك في محاولة إعادة بناء ما هو الطبيعي. فهذا ما نقصده، وهذه من فوائد الإنترنت التي لم نقيمها من قبل 20 أو 30 سنة. لو حدث ذلك في ذلك الوقت ربما لما كنا نقدره بشكل مطلوب، أما الآن تبين أن هذه الحالة أعطتنا هذه الفرصة. وشكرا على هذا المثل محدد. الآن أسأل إلى السيد أرونابا غوش، هل السيد معنا في هذا اللقاء؟ لا أرى السيد أرونابا. أها، أنا أراك وأرى الجميع. ما هو المثال الذي يمكن أن تعطينا إياه في هذا الصدد؟
مثال واحد على المستوى الوطني في وضع تطبيقات لتتبع الأشخاص، تم وضعها منذ قليل. كانت هناك تخوفات حول المعلومات التي يمكن أن تهرب من هذه التطبيقات، ولكن نستطيع أقول أن بالنسبة للمجتمع الأهلي فلدينا هناك منصات روسيرنكس التي تساعد الأشخاص في الحصول على مقدرات مالية لمواضيع مستهدفة ومشاريع مستهدفة مستقبلية، وهذه المنصات أصبحت مجانية الآن بدون دفع رسوم إدارية عليها، وكذلك أصبح الإنترنت مستخدم بشكل ديمقراطي ويسمح في الهند لاستخدام منصات هذه، ونستطيع أن نقول أن كلفته هي الأرخص في العالم، وهذا لا يعني أن الجميع لديهم وصول إلى الإنترنت، ولكن نقول أن هذا أداة يجب استخدامها وخاصة في حالة عدم اللقاء الشخصي. شكرا جزيلا، وأعطي الصوت الآن إلى السيد إيري لابلاينن. أرجو من حضرتك أيضا مثلا محددا، هل السيد لابلاينن موجود معنا ويشارك في هذه الجلسة؟ نعم إنني موجود وكان صوتي مقطوعا، وشكرا على هذا السؤال بشكل دقيق. أضرب لكم مثلا للطلبة الجامعيين من فنلندا والرؤية الدولية في حصل إنهم قاموا بشيء اسمه كود باس أفريكا، ومعناه أنهم المشروع يخص إفريقيا واستخدام التكنولوجيا في الحياة وتمكين الشباب الفتيات الصغيرات في إفريقيا في سبيل حصولهن على عمل مستقبلا، هذا المشروع كان مدعوم من السفارة الفنلندية في مختلف أنحاء العالم. الفئة المستهدفة هي المراهقون والشباب، الأطفال حصلوا على الوصول إلى الإنترنت، ألعاب الكمبيوتر وبرامج التشفير والترميس. 1900 طفل شاركوا في هذا المشروع كتدريب ممتاز بالفعل. شكرا جزيلا. شكرا السيد لابلاين. والآن إلى السيدة كلير ميلاميد. هل السيدة كلير معنا؟ نعم أنا معكم. شكرا. أستطيع أن أقول أن منظمتنا تسمح للحكومات الوصول إلى الأوساط التي الوصول إليها صعب. دعينا إلى أفريقيا من أجل أن تستطيع الحكومات الوصول إلى المعطيات الحديثة والرقمية، ومن أجل أن يتم الرد السريع وخاصة على الجائحة. فمثلا في سيرالونا لدينا مشاكل عديدة اقتصادية وغيرها، فهناك معطيات كثيرة غير موجودة، فإذا كانت الحكومة هي التي لا تملك هذه البيانات، فإذا عليها الاستفادة من البيانات من عدة أماكن ومن عدة شركات، وباستخدام أيضا مشغلي الهواتف المحمولة التي في مع الجميع تم تشكيل صورة
أن سيراليونا أصبحت تحصل على أسرع البيانات حول الجمهور، وأصبحت الحكومة لديها معلومات عن احتياجات الناس وعن طريقة مساعدتهم كلقاحات أو غيرها مما يساعد الوصول إلى الأشخاص المحتاجين بشكل سريع. شكرا جزيلا للسيدات والسادة على هذه الأجوبة المحددة. النماذج والأمثال للتكنولوجيات الرقمية التي تسمح لنا وتتيح تطور والتنمية في بلادنا. والآن نمر إلى الجزء الثاني من هذه الجلسة، وأسأل سؤالا تاليا: المهام المحددة والأنشطة التي يقوم بها كل من ضيوفنا، كل منكم له 4 دقائق من الوقت. السؤال الأول وجهه للسيد. ضيف هنا ليس من إيطاليا، أن السيدة الوزيرة بيزانو غير موجودة. مدام فومزيلا ملامبون كوكا من UN Women، المديرة. تقرير المنظمة بشأن المساواة بين النساء يشير إلى أن النساء في حول العالم يواجهن من العديد من المشاكل، كذلك في الوصول إلى الإنترنت، ويشير هذا التقرير أيضا إلى أهمية النظر ما يفوق احتياجات الإيصال فقط، على سبيل المثال لزيادة مشاركة النساء والفتيات من الإنترنت بشكل هام وملحوظ. ما معنى ذلك، ولماذا يكون ذلك مهما خاصة في سياق الإنترنت باعتباره المحرك الأساسي للحياة؟ شكرا، شكرا جزيلا على هذه الأسئلة. وبداية أود أن أهنئ لزملائي من World Web Foundation على التقرير المتعمق في الموضوع. النساء يحتاجن إلى الوصول بالإنترنت بغرض مواجهة مختلف التحديات وتلبية الاحتياجات الأساسية. كما نتحدث نحن، هذا النوع من القوة الرقمية 1.7 مليارات من النساء في الجنوب غير متصلات في بالإنترنت، و 370 مليون من النساء أقل من الرجال لديهن الوصول إلى شبكة الهواتف المحمولة، الشبكات اللاسلكية. لذلك من الأهمية بمكان أن يتوسع نطاق استخدام مثل هذه الأجهزة اللاسلكية. الاستخدام له المعنى الذي له المعنى بالإنترنت هو شيء تقدمه التكنولوجيات الرقمية، كلنا نعرف ذلك ومدى أهمية أن هناك الأطفال في العالم الذين وتحت الإقفال الشامل للإقتصادات لا يحضرن المدارس، أما غيرهم من الأطفال يستفيدون من التعليم عن بعد. هناك الأطفال الذين يجبرون بالزواج أو يتم إساءة معاملاتهم، وفي حالة انعدام الإنترنت والجلوس في البيت الأطفال يجبرون في أداء بعض الواجبات رغم أنهم غير متصلين بالإنترنت. ونفس حالة النساء وحالاتهم الصحية، النساء كثيرا ما يبحثن في الإنترنت عن المعلومات المتعلقة بالرعاية الصحية، وهذه المعلومات قد تفيدهن في ذلك، وهذا إحدى الطرق المتاحة لمكافحة الفقر المنتشر في أوساط النساء. أيضا الوصول إلى الخدمات المالية، وكينيا خير دليل على ذلك، الوصول للخدمات المالية من عبر الشبكات الرقمية
يساعد النساء في توليد المكاسب والأرباح والحد من أعباء السفر. لدى النساء الأموال الخاصة بهن، ومما يسمح لهم بإطلاق المشاريع التجارية. وبدون الإنترنت تصبح المرأة تحت الإقصاء ومعزولة عن الحياة الحديثة في القرن 21 الذي نعيش فيه، لأن هذه الخدمات الإلكترونية لها والوصول إليها له معنى كبير، ويجب أن نضمن ونوفر هذا الوصول المتساوي أمام الجميع، وهذا أعتبره من حقوق الإنسان الأساسية وليس الترف. شكرا جزيلا على هذه الكلمات. أما بالنسبة للوسائل التي يجب اتخاذها في خاصة في البلاد التي يكون فيها التطور والنمو التقني ضعيف، فإذا في مثل هذه البلاد هناك خيارات كثيرة من أجل وصول النساء إلى الحلول. ونعرف أن ملايين النساء في العالم لأسباب اقتصادية ولأسباب أخرى يعيشن ضمن تمييز وتفريق. الآن أطلب السيد يون لي المدير العام لليونيدو. سؤالي للسيد هو، في إحدى أهداف منظمتكم هي مساعدة التعامل مع البقية وتطور مستمر، ما هي قيمة الابتكارات الرقمية من أجل نمو متوازن لأنواع الصناعات المختلفة، ومن أجل أيضا التعاون بين القطاع الخاص والعام؟ شكرا على هذا السؤال. أبدأ من ثلاثة أرقام. الرقم الأول هو بالنسبة للوصول إلى الإنترنت أو الوصول إلى التكنولوجيا الرقمية بشكل عام. بالنسبة لأوروبا 85.5% لدى الأوروبيين، وفي بشكل عالمي هو حوالي 56%. أما في أفريقيا فهي 12%. أما بالنسبة للوصول إلى الثقافة والتعليم، فالقدرة الصناعية فهناك تحديات كبيرة بين المجتمعات بشكل عالمي، ويجب علينا أن نفعل ما بوسعنا لكي نردم هذه القوة التقنية وندعم ونزيد قدرات الدول النامية. هذه هي تحديات حرجة، ونحن نفعل شيء. نحن ندعم الدول التي والحكومات التي تحاول وضع استراتيجية للنمو، ويكون هذا التطور والنمو فيها يعتمد على برامج رقمية حديثة. وهناك 10 بلاد في أفريقيا دخلت إلى هذا البرنامج، ومن آسيا أيضا لدينا، ومن مناطق أخرى في العالم. هذه عملية مهمة، يجب علينا أن ندعمها وندعم الحكومات لكي أن تقوي من استراتيجياتها في استثمار في البنية التحتية الرقمية. والبرنامج الآخر هو إدخال تقنيات جديدة في الصناعة، أقصد التقنيات الرقمية. نتحدث هنا عن ترغيب النمو والإنتاج بشكل آمن أكثر باستخدام الإنترنت، وإنشاء مدن آمنة ومدن وبيوت آمنة
وهذه برامج مهمة جدا. أما بالنسبة للزراعة فنحن ندعم استخدام التقنيات الرقمية. إن كوفيد 19 هو فرصة تسمح بتطوير هذه التقنيات الرقمية الحديثة من الأجيال الجديدة. وكذلك نقول أن على القطاع الخاص استخدام الأتمتة والذكاء الاصطناعي، مما يؤدي إلى إلغاء الكثير من الأضرار. أما بالنسبة للتطبيقات والعمل في الفضاء الرقمي، فعلينا التعاون مع القطاع الخاص ودعمه في مجال الحماية، حماية في العمل. وقلت في السابق بأن الثقافة وزيادة المهارات الرقمية وكل ما يتعلق باستخدام مثل هذه التقنيات في العمل ورفع المهارات أيضا للنساء والفتيات بشكل عام، لأنها ترتبط بمكان العمل الذي يكون هو مكان الذي تعاني منه النساء في الوصول إليه بشكل دائم. لذلك فإن الأجندة العالمية لنا هي ننظر إلى التغيرات في المناخ والمرتبطة. نقول أن ثلث الانبعاثات الحرارية هي مرتبطة بالإنتاج الصناعي، فعلينا إذن إرجاع هذه الانبعاثات، وهذا ما يجعلنا نروج للتقنيات الحديثة وللوسائط التي تعتمد على الطاقة البديلة ومساعدة على ابتكار حلول تقوم بتحقيق هذه الأهداف في الأجندة. أود فقط أن أختتم بأننا نحتاج إلى انشغال وانخراط كبير، وخاصة في مجال الإنترنت، وخاصة في المجتمع الأهلي، ومن أجل الحصول على تغيير وأن نبني شيئا ناجحا من أجل التقنيات وتغيير المناخ. شكرا على هذه الفرصة. شكرا. إذن إشراك عدد أكبر من الأشخاص في هذه الأنشطة قد يكون الطريقة المثلى لخلق فرص عمل وبناء وتقوية المجتمع المدني بما يتوافق مع الأهداف العامة الرامية لتقوية وتعزيز الفئات المحددة من المجتمع. شكرا على هذا الموضوع الجديد الذي فتحته. السؤال التالي يوجه إلى السيدة غابرييلا راموس. سيدتي، ما هي التهديدات المحتملة المتعلقة بحالات الطوارئ مثل كوفيد 19، وما يمكننا أن نفعل للحد من هذه المخاطر؟ ما الأدوات والاستراتيجيات والأفعال التي يمكن اتخاذها لسد الفجوات وحالات عدم التساوي، وخاصة التكنولوجيات الرقمية؟ شكرا. ولكن سأبدأ من شيء آخر، التحكم أو إدارة المخاطر والتحكم بالتكنولوجيات الرقمية التي هي أساس لذلك. كنا نعلم ذلك أيضا قبل الجائحة في العالم الافتراضي، ومن الصعوبة بمكان
عن حتى قبل الجائحة كانت هناك أدوات ووسائل وتدابير كثيرة مسؤولة عن ذلك، وكلها أدوات وتدابير التي يجب إعادة إعمارها الآن في العالم الافتراضي. ليس لدينا فهم موحد لكيفية القيام بذلك. هناك بعض اللاعبين الكبار مثل الولايات المتحدة يركزون على الابتكار ويحددون بعض المعايير للصناعة، أما في أوروبا فنحن أوروبا الناس معنيون أكثر بالأوروبا. يجب أن يكون هناك نهج دولي موحد. من الصحيح القول أن في ضوء الجائحة هناك صعوبات في التحول إلى الفضاء الافتراضي وتتبع الاتصالات. هناك بيانات هائلة تتدفق في الشبكة، وفي بعض الدول هناك فقط التعليم عن بعد، والوصول إلى هذه التكنولوجيات يزداد. في اللوك داون أو في يعني في الإقفال الشامل هناك مطاعم تحولت كلها إلى الخدمات الرقمية. فأنا أوافق من ناحية، ومن ناحية أخرى في حالة انعدام البروتوكولات العاملة أيضا أوفلاين بعد الانتهاء من الجائحة، هذه البيانات قد تستغل في أغراض أخرى، فيجب أن تكون هناك قوانين تضبط ذلك. نحن في يونسكو مسرورون نوعا ما كوكالة للأمم المتحدة، وجاهزون. في عام 2019 طلب منا وضع استراتيجية خاصة بشأن الذكاء الاصطناعي، ونحن قمنا بتنفيذ هذا المشروع بالمشروع الاستفادة من الإنترنت بهذا الخصوص، ووضعنا هذه التوصيات، وشارك في هذه العملية عدد كبير من أصحاب المصلحة أيضا بما فيها الدول الجنوبية. ونحن دورنا في هذه التوصيات أن الهدف من لكل هذه التكنولوجيات الأساسية هو احترام الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان، ولكن أيضا يجب القيام بذلك في العالم الافتراضي الإنترنت. 24 خبيرا قاموا برسم هذه البيانات والتدابير، وطلبوا منا أن نحدد المعايير لهذا النقاش، ومنها الشفافية والتناسبية والمساواة. نحن ما زلنا نعاني من بعض النواقص في موضوع إدارة البيانات والمعطيات، ويجب أن نعمل على منع استغلال هذه البيانات لأغراض تجارية أو غيرها. يونسكو مسؤول أن هذا النطاق من الأدوات التي يجب أن تكون شاملة. وأقول إننا أيضا في يونسكو سوف نضع تقييما في لدراسة المستوى الأخلاقي ودراسات الجندر وأيضا البيئة والذكاء الاصطناعي، وقياس مدى تأثير التعليم عن بعد. فنحن في الحاجة إلى مثل تلك الوسائل والتدابير التي أيضا تأخذ في الاعتبار الأخلاقيات، من أجل أن تستفاد هذه التكنولوجيات للخير وليس للسوء. شكرا لك. إذا هذه قضايا يمكن أن تساعد في حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة نحو الوسط الجديد لعمل الإنسان، وكذلك
إذا كنا نتكلم عن التقنيات الخضراء التي تستطيع أن تساعد في إيجاد حلول أكثر تخدم المناخ. وشكراً على هذا التقرير الجديد لليونسكو الذي سيكون له معنى أفضل في دور التكنولوجيا. السؤال الآخر للسيد ماريو سيمولي النائب الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي. هذا المكان الذي هو تحت اهتمامك، هناك مشاكل مع الفقر، وكيف يمكن للتقنيات الرقمية أن تكون مستخدمة هناك من أجل تنمية المجتمعات في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي؟ شكرا على هذا السؤال. العمليات هي أساسية جدا، لا نستطيع أن ننسى التقنيات والتكنولوجيا المستخدمة، وليس ذلك أن دائما التكنولوجيا هي التي تعطي نتائج جيدة، أو هي التي التكنولوجيا هي ليست سيئة أو جيدة. يجب أن نعرف كيف نستعملها، يجب أن نفكر في عملية إدخال هؤلاء الناس. أمريكا اللاتينية تحتاج إلى وجهة نظر أكبر، كل بلد لا يستطيع بوحده أن يسيطر على مثل هذا السوق. أما في أمريكا اللاتينية عندما نجد أن هناك لغة متشابهة ومجتمعات متشابهة، فيمكن بنجاح إقامة عمليات رقمنة تساعد حسب المعايير محددة في وصول الناس، وخاصة بدعم من القطاع المالي، وهذا أيضا يساعد القضاء على الإقصاء الاجتماعي. يجب العثور على نموذج تستطيع فيه الشركات الصغيرة والكبيرة أو مجالات الأخرى يكون لها وصول إلى السوق، وخاصة إلى السوق الرقمي، أي بحيث تستطيع أصغر كيان اقتصادي أو أكبر منه بقليل الاستفادة من مثل هذه الحلول. ليس هناك كلاما عن الإقصاء إذا لم يكن هناك وصول إلى نظام الإنتاج، ولذلك أقول أن يجب مساعدة الشركات الصغيرة والوسطى على ذلك. نحتاج إلى سياسة عامة من أجل الحصول على ذلك، ودور مهم وفعال للحكومة، وكذلك حلول علمية مخصصة لهذه الطبقات، أي إنتاج أعلى، وصول أكثر، وإدخال، فهو له نتائج أفضل في هذا المجال. شكرا جزيلا سيدي على التعليق على طرق إدراج هذه الآليات. نتحدث عن الخطط الفعالة للاستجابة للمشاكل الاجتماعية في هذا الجزء من العالم. والسؤال الآن لسيد أندرو ساليفان. سيدي، ما هي خصائص الإنترنت الأساسية تلك التي تجعله أساساً للتنمية الاجتماعية؟ شكراً. إنه فعل الإنترنت كان ولا يزال مهماً جداً في تنمية البشرية، وخاصة في عصر الجائحة هذا، ويعود ذلك إلى خصائصه الأساسية التي يعطيها الإنترنت لنا، إنه تكنولوجيا
رائعة. والإنترنت يتكون من مجموعة واسعة من الشبكات التي تستخدم حسب أولوياتها، وهناك بعض القواسم المشتركة لهذه الشبكات حيث أنها تتعاون وتتعامل مع بعضها البعض، وهذا التعامل يعطينا بعض الميزات والفوائد التي لا تقدمها تكنولوجيات أخرى. فنتحدث عن شبكة أو تشابك شبكات الإنترنت، كأنها قطعة توضع مع بعض، وهناك بروتوكولات كثيرة تتشابك وتتعلق ببعضها البعض، ولا يتطلب أي سلطة مركزية، ولكنها متكاملة وشاملة مع بعضها البعض. هذا من ميزات الإنترنت التي تسمح بإبراز بعض الأفكار بدون التخطيط المركزي. هذا قد يكون عيبا أيضا طبيعة الحال، هناك محاسن ومساوئ وراء ذلك، ولكن الحرية مضمونة في ذلك، حرية خلق أفكار وحلول جديدة اجتماعية أو اقتصادية للناس. هذا سمح لنا بإنشاء تكنولوجيا تسمح، كما ذكرت، هذه الجنازة التي تم بثها عبر الإنترنت. هذه التحديات التي نواجهها حاليا قد بدأت من خلالها أن تظهر الحاجات لأخذ هذه الميزات في الاعتبار. نحن وحتى بصدفة لو خسرنا هذه الفوائد والميزات للإنترنت، هذا لن يجعلنا نتوقف في السعي للوصول إلى الحلول. نحن نحاول توسيع شيء بشكل ملموس، بناء طريق أو إنشاء مطار. فنحن نقوم بالتحليلات البيئية أولا قبل القيام بذلك، ونحن نفس الشيء كجمعية وضعنا تدابير مماثلة، أي تدابير التحليلات البيئية ولكن في الإنترنت، وهذا يعطينا نتائج مشابهة. وحيث أن إدراج هذه الحلول يعطينا بعض الحلول التي نعتبرها مفاتيح لحل المشاكل الاجتماعية، ونحن نختبرها كأداة تتيح لنا مواصلة التنمية الاجتماعية، لأن الإنترنت هو من التكنولوجيات الأكثر ملائمة وقرابة للناس. الإنترنت يجمع بين الناس ولا يفصلهم عن بعضهم البعض، لأن هناك نتائج كبيرة تنبع عنه. القرارات التي نتخذها حول كيفية تنمية الإنترنت يجب أن نتحذر من عدم قطع جذورها وتقويضها. نحتاج إلى هذه التحليلات البيئية قبل وضع أو إدراج أي استراتيجيات شاملة النطاق، وإلا سنخسر هذه المزايا المتوفرة في الإنترنت. هناك هذه الطريقة المثلى لمعالجة هذه المسألة، لأن الإنترنت يعطينا القوة الإبداعية ونحن في الحاجة إليها. شكرا سيد ساليفان. يجب أن يكون لدينا وصول واسع إلى مثل هذه الأنواع من التقنيات. نعرف أن التقنيات يجب أن يتم الترويج لها ويتم تنميتها. الآن إلى
ضيف إلى السيد أرون نابا غوش الرئيس التنفيذي والمؤسس لمجلس الطاقة والبيئة والمياه في الهند. بأي طريقة تستطيع الدول المتطورة والنامية لاستخدام التقنيات الرقمية من أجل الوصول إلى مياه شرب نظيفة، من أجل الوصول إلى الطاقة الكهربائية، وبالنسبة للكوارث والأمور الطارئة؟ في البداية أود أن أؤكد أنني أقوم بإدارة لجنة بالنسبة للمياه الشرب في الهند وكذلك في دول أخرى، ولكن إجابة على سؤالك، لدي 4 أفكار حصلت على في وقت الجائحة أو يمكن استخدامها بعد انتهاء الجائحة وإعادة بناء ما تخرب. أولا بالنسبة لي، كيف يستطيع الإنترنت أن يساعدنا في مجال الجائحة؟ إحدى الأشياء التي تحصل باستمرار هي أنه في حالة المجتمعات التي تعيش في مناطق نائية هناك استخدام كبير للمدفوعات على صفقات تتم على أسواق ضيقة، وهي إمكانية تستطيع تنمية شبكات كهربائية محلية، ولكن هذه الشبكات الصغيرة يمكن فيما بعد وصلها بالشبكات الكهربائية الكبرى. أنا حيث موجود لدينا شركة توزيع تستخدم هذه التقنيات في تبادل عن طريق استخدام الطاقة الشمسية، أي تقوم إذن بتزويد الكهرباء بهذه الطريقة وبناء بنية تحتية بنسبة 6 ميجاوات في هذه الشبكة أصلاً. ونتحدث هنا عن ولايات كبيرة في الهند التي قامت بإنشاء قوانين تستخدم مثل هذه التقنيات. إذن هذه الأسواق فيها جدوى اقتصادية، وهذا أحد الأمثلة كيف نستطيع أن نتعامل مع هذه الحالات الطارئة، والجائحة هي إحدى هذه الحالات. تم أيضا الحديث عن تغيرات المناخية، وهي أيضا من الأشياء الطارئة. أحيانا عندما نحصل على كارثة من هذا النوع كبيرة، فكيف نستخدم التقنيات من أجل دعم المجتمعات التي تتعرض لمثل هذه الكوارث؟ إذن لابد من إيجاد وسيلة متكاملة من الرقابة، تعطي كميات كبيرة من البيانات، ترصد التغيرات الجوية والطقسية، ونقوم بإنشاء ما يسمى أطلس للطقس. هذا الشيء لم يكن في السابق، والآن استطعنا أن نقدم مثل هذا الحل بحيث نعرف متى وكيف وفي أي مكان ستكون هناك حادثة أو كارثة لها علاقة بالطقس، وهذا في الوقت الحقيقي، بحيث نستطيع إيصال فرق الإنقاذ إلى هذا المكان. إذن الاستثمار في جهوزية تعطينا نمو استثمار دولارين على كل دولار نستطيع، أما ما نستثمره فيؤدي إلى ملايين الدولارات. والأمر الآخر، كيف نستطيع حماية المزارعين البسطاء؟ فمثلاً
هناك من العيوب التي لها علاقة في جر المياه، في أيضا السقاية بالمياه السطحية التي أيضا هي غير مستخدمة. إذا كان بإمكاننا استخدام الشبكات في البنية التحتية من أجل أن نرصد حالة التربة وإمكانية وجود المياه الجوفية، فأن ذلك سيساعدنا على اقتصاد كمية كبيرة من الماء. ففي حالة الجائحة إن القطاع الزراعي في الهند هو من القطاعات المقاومة، بحيث أننا نستطيع مساعدة المزارعين البسطاء. والفكرة الرابعة التي أود أن أتحدث عنها أن الشركات الصغيرة جدا والمتوسطة أيضا عليها أن كقطاع، زميلي تحدث عن ذلك أيضا، نود إيجاد نظام رقمي يستطيع أن يكون مرتبطا بإعطاء بيانات، بحيث أن 60 مليون من الشركات الصغيرة والمتوسطة في بلدنا نستطيع أن نحصل على معلومات كيف هم يدفعون الضرائب، كيف يحصلون على الطاقة الكهربائية، كيف حالة عمالهم ومستخدميهم. إذن هذا الدعم هل سيصل إليهم أو إلى المستخدمين فيهم؟ وكذلك في مجال الطاقة، هل نستطيع أن نجد هناك إمكانية للمدفوعات والرقابة على هذه الشبكات المحلية الصغيرة في حالات الكوارث التي الطبيعية وغيرها؟ كل ذلك في مثل هذه الأوساط. إن رقمنة الإنترنت والأنظمة المعلوماتية الأخرى هي الطريقة المثلى في مثل هذه الحالة. شكرا جزيلا سيدي على هذه التجربة المثيرة للاهتمام والبناءة جدا والفاعلة. من الجيد بأن يتم التوفيق في والنجاح في إدراج هذه الحلول في دول فيها سكان كثيرون. وشكرا جزيلا للسيد. سؤالي التالي موجه للسيد جوش كالمر، و هذا هو السؤال. دعونا نعود إلى النقاش حول الإشراك الرقمي. كيف يمكن للشركات الرقمية التعاون مع بعضها البعض ومع غيرها من أصحاب المصلحة بغرض أن يصبح هذا الإشراك الرقمي واقعاً أو واقعية مستقبل القريب؟ شكرا جزيلا. أنا سعيد أن أكون معكم، وسأركز على مجال التعليم الذي هو مجال شركاتنا وغيرها، خاصة في التعاون مع منظمات غير الحكومية والحكومات. الشركات التكنولوجية أو الرقمية تنظر بتفاؤل إلى التعاون مع الحكومات، ولكنها أيضا بعض نوع من التحفظ أمام ذلك، حيث أنه متعلق أيضا ببعض المخاطر. فنحتاج إلى الاستثمار في الثقة وإنشاء شركات موثوق بها من أجل تمكين الجميع من الاستفادة من هذه الشراكة. أنا كممثل شركة زوم أقول أن لدينا أيضا مثل هذه المنتجات، وهي خير دليل على أننا قادرون على العمل بشكل مشترك جنبا إلى جنب مع الحكومات. بعد عند بداية الجائحة نحن استدركنا أن التعليم سوف يتحول وبسرعة إلى الفضاء الافتراضي،
أيضا في الأماكن التي ينعدم فيها الإنترنت، نحن الآن ندعم 125 ألف مدرسة حول العالم من حيث التكنولوجيات. ما المقصود بالشراكة عندما أتحدث عن زوم أو التكنولوجيات الأخرى؟ الأهم من ذلك أن نفهم بعمق الأولويات والقيم والاحتياجات للحكومات والمجتمعات والأسس التي تكون هذه القيم مبنية عليها، من أجل انتهاج نفس القيم. لدينا من وجهة نظر التعليم، نحن لا نريد مجرد بيع خدمات الزون أو إتاحته بالمجان، ولكن يجب ونسعى من ذلك لفهم احتياجات المعلمين من أجل، والسؤال هو كيف نزود هؤلاء المعلمين بأحسن المنتجات والتكنولوجيات لنسبق المستقبل. ولقد تحدثنا عن كيفية التحكم بالبيانات، وأن نقوم في نفس الآن بحماية الخصوصية وحماية الأطفال من المخترقين، لأن الإنترنت فيه مخاطر وفرص. نحن في شركة زوم نريد تدويل هذه القيم وبناء منتجاتنا على أساس هذه القيم بالتعاون مع الحكومات. شركة زوم شركتنا، نحن ما زلنا في بداية هذا السفر وفي بداية شراكتنا مع الحكومة، فلذلك أنا سعيد بأنني هنا معكم، ونحن نقوم بهذه المشاريع بكل الجدية. يجب العمل في نفس الفريق معا. شكرا جزيلا. إذا حقيقة هي أن هناك جهد ضروري كبير، ولكن حتى الآن هناك عمل جيد. يجب علينا أن نثق بأنفسنا، ويجب أن نفعل ما بوسعنا لتأمين مثل هذه الأساليب إلى أكبر عدد ممكن من المدارس. سؤالي الآن إلى السيد ريلي لابالاينان، مدير التنمية المستدامة في فينغو. أقول أنه نحاول أن نخلق عالما أكثر عدالة للجميع، ولكن كيف نستطيع أن نستفيد من التقنيات الرقمية تساعدنا على عدم الإقصاء في المجتمع؟ شكرا على هذا السؤال. إن السمارتفون والهواتف المحمولة الذكية قامت بتغييرات كبيرة في حياتنا، خاصة أنها غيرت إمكانية الاتصال وتبادل المعلومات، مما جعل الكثير من الشركات والمجتمعات تتكيف بشكل ما من الأشكال مع هذه التغيرات. إذن هذا التغير هو شبيه ببداية ظهور المطبوعات والنشر في حياة الإنسان. إذن تتغير هنا أن القوى المقررة وصاحبة القرار يجب أن تكون أيضاً واعية إلى هذه المرحلة، وأن تكون واعية لعملية استخدام دخل في على المسرح ممثلون ليس لهم سلطة رسمية، ولكن لديهم سلطة علمية قوية بمعرفتهم بالتكنولوجيات الرقمية، وأن هناك بعض البلاد لديها مراكز عمل وهناك هرمية في هذه السلطة، ونرى أن أكثر الكيانات تستطيع الاستفادة من هذه السلطة. إذن
خاصة في مجال العمل على نطاق عالمي، هل هو يتماشى مع طموحات وأمان الناس؟ فمثلا في محادثات السلام فهناك اختلاف في الأجندة بحسب ما يتعلق ذلك بالمجتمعات المحلية وهذا الحوار. فإذا نستطيع بإدراج مثل هذه الأساليب الوصول إلى توازن أكبر، ونستطيع أن نؤثر أكثر على هذا الواقع، وخاصة إذا كان لدينا وسائط في حالة الأزمات يمكن استخدامها بسرعة، وممكن أن تبني ثقة على مستوى عالمي أن هناك الكثير من الناس تتأفف من هذه التضليلات الإعلامية، وخاصة أن هناك منصات تعمل على هواتفنا الذكية، فهي فقط لا تعرف ماذا نفعل، وإنما منطقها هو قيادة تصرفاتنا بشكل ما. إذن نتحول إلى مجتمع منصاتي يقسم هذا المجتمع إلى سلطة قديمة وسلطة حديثة. هذه السلطة القديمة التي لها قوانين محددة ممكن أن نشبهها بسلطة المال، أما هذه السلطة الحديثة فهي بشكل رمزي كالماء التي تسيل، فهي سيرتفع مستواها إذا دخل فيها أشخاص أكثر. إذن كما النهر يكون أقوى ما يكون عندما تسيل المياه فيه، إذن هذه السلطة تقوم بجعل الناس ينخرطون وتستخدم هؤلاء الأشخاص في سلطتها وفي طريقة تنفيذ سلطتها، بحيث يصبحون وكأنهم جزء من ممتلكاتها. وهناك مؤسسات كبيرة كالبنوك والجرائد وغيرها لا تستطيع أن تماثلهم في السلطة. تقوم هذه بالتمكين الإنسان. وشكرا لك. شكرا. وأود القول الكثير قد تغير إث جراء الجائحة، وعلي أن نتعلم طرق جديدة لترتيب الأمور الحياتية. وسؤالي الأخير موجه لكلير ميلاميد، ربما يمكن القول أنه حاليا البيانات المتاحة للتنمية المستدامة غير مستفاد منها كاملا. ما يمكن القطاع الخاص أن يقوم به من أجل الاستفادة من هذه البيانات لخير المستدامة؟ شكرا جزيلا على هذا السؤال. وأود القول أنني أوافق وأشاطر هذا الرأي كاملا. نحن لا نستفيد من البيانات الشاملة لخير المجتمع، هذا لا يبشر بالخير، خاصة في سياق عملية صنع القرار. ولكن لم نفقد هذه الفرصة بعد، ونستطيع تحسين الوضع. نتعاون مع الحكومات حول العالم، نحاول نعمل على جعل القطاع العام والخاص يجابهان هذا التحدي الذي هو السعي والحرص نحو أو على بناء هذه الشراكات العامة الخاصة، بعضها محلية النطاق وبعضها دولية. هناك بعض العناصر التي يجب أن تتفاعل وتتعاون مع بعضها البعض في سبيل استخدام هذه البيانات بشكل أمثل.
خاصة البيانات والمعطيات التي قد يستفاد منها لتنمية الإنترنت والتكنولوجيات الرقمية. أولاً القيادة السياسية مثل ما هو عليه في كل مجال، يجب أن يؤدي ذلك إلى إنشاء أطر قانونية تتيح الإمكانية للتفاعل الممكن في مجال الرقمنة، أي الإنصاف في المعاملات التجارية والتنافس. وهذا أيضا يتعلق بالثقة العامة. هناك الكثير من المشاريع المستندة إلى البيانات التي لم تنجح لأن الناس لا يوافقون على استخدامها من قبل الحكومات، لأنه لا توجد ثقة، وهذه خسارة لأن المواطنين لا يثقون بالحكومة ويعتقدون أنها ستستخدم هذه البيانات لأغراض سيئة. فنحتاج إلى أطر قانونية تضمن شفافية التنافس، ولكن السياسة ليست البداية والنهاية لكل شيء. هناك إلى جانب السياسة الحاجة إلى ظهور بعض التغيرات الثقافية والحضارية التي يجب أن تحدث أيضا داخل الحكومات. البيانات دائما تعتبر على أنها كنز يجب الحفاظ عليه والتمسك به وعدم التبادل به، ولكن هذا ليس صحيح. لا يمكن التمسك بهذه البيانات لأنها تعتبر من مصادر السلطة لدينا. كلما زادت نسبة تبادل هذه البيانات، كلما تزداد فرصنا. وأتمنى أن تقوم بذلك الأسواق في المعاملات التجارية، وأن تستفيد منها الشركات التي تأتي بهذه المنصات المتكاملة المتفاعلة. لا دعونا لا نخلق البساتين أو الحدائق المغلقة كما نسميها، لأن السوق يجب أن تتطور بطريقة ترغب الشركات على الابتكار الأمثل وترابط البيانات. فأولا التحول السياسي الذي يخلق الأطر القانونية، ثم الثورة الثقافية والحضارية، وثالثا طريقة استخدام هذه البيانات والثقة الأوسع ما بين الناس. نحن ما زلنا نذكر جميعا هذه الحالات التي الأيام التي كنا فيها نحضر المدارس، وكنا نفتقر إلى الثقة بين الزملاء. الثقة هي الشيء الذي نحتاج إليه ويبشر بالخير ويزيدنا مصداقية. ف الجو السياسي أولاً، ثم التحول الثقافي أو الحضاري ثانياً الذي يروج للتفاعل، وثالثاً عملية الديمقراطية. شكراً جزيلاً على هذه الكلمات، كل هذا كان مفيداً بالنسبة للقطاع العام والقطاع الخاص، وممكن أن ينعكس على عمل أكثر للمجتمع ككل. شكرا على هذا تبادل الآراء المهم حول دور الإنترنت والتقنيات الجديدة في نمو وتطور مستدام. أود من كل واحد منكم أن يجيبني على هذا السؤال. إذن سأبدأ من
naszego kolejnego gościa. من ضيفنا من كلير ميلاميد السيدة المديرة التنفيذية في الشراكة العالمية لبيانات التنمية المستدامة. لم أسمع سؤالك. أود توصية واحدة من كل متكلم، ماذا نفعل لكي يكون الإنترنت عامل بشكل جيد من أجل المجتمع، أي من أجل المجتمع الأهلي؟ أنا قلت قليلا عن هذا، عن القطاع الخاص والعام، ولكن سوف أتكلم عن المجتمع الأهلي. فأن إذا كان هناك منخرط جيدا في الشركات أو في الحكومة، فأن الانخراط في المجتمع المدني والمجتمع الأهلي الذي يجعل تعريف الإنترنت كمصطلح أن هناك صوت قوي للمجتمع المدني يدفع هذه الجهات كلها، بحيث أن الحكومات إذا أرادت أن تفعل هذا الشيء سيكون لها دعم أكثر. أي أن أقول أنني أصوت بشكل كبير أن على المجتمع المدني أن يعطي رأيه بصوت أعلى. شكرا جزيلا. أما الآن فالسيدة همزيلا بلامبونكا، توصية واحدة لو سمحت فقط. تفضل. شكرا جزيلا. وأود أرى عددا أكبر من الحلول القانونية المرغبة والمشجعة على جهود القطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط المحلية. أتمنى لو رأيت أكثر من الشركات العامة الخاصة، أمر الذي يستطيع المساهمة في مساعدة الذين يعيشون بعيداً عن التكنولوجيا وبنيتها التحتية. أتمنى لو رأيت بناءً أو المزيد من مشاريع إنشاء المنصات الرقمية، أي إنشاء مثل هذه البيئة المتفاعلة لأصحاب مصلحة مختلفين من أجل زيادة مشاركتهم في تكنولوجيات open source المفتوحة. شكرا. الآن السيد يونلي. شكرا. بالنسبة للتقنية الصفرية الرقمية، فإنها تحرك لنهضة صناعية جديدة. فهناك شيء أن البنية التحتية الرقمية يجب على الحكومات أن يكون لها دور جوهري مفتاحي بالتعامل مع الشركات الخاصة، من أجل كما أنها تقوم بفتح الأوتوسترادات أو الطرقات السريعة، فأن عليها أيضا أن تستثمر في تقنيات ضخمة وبنية تحتية كبيرة من أجل أن يتم الاستفادة منها. فإذا أن كل أي تعليم لن يتم ما لم تكن هناك مثل هذه الاستثمارات، فعلى الحكومات أن تلعب دوراً مهماً في بدعم مالي، وأن القطاع الخاص سيكون من أحد اللاعبين فقط. أما استفادة وإدراج وردم الهوة الرقمية. شكراً جزيلاً. ونفس السؤال للسيدة غابرييلا راموس. انخراطنا
وأملنا كذلك بما أننا منظمة دولية ونتمنى أن تكون هذه الأدوات التي أنشأناها مثلا فيما يتعلق بالأخلاقيات في عام 2015، حيث أنشأنا أطرا عامة وسلمنا الأمين العام المتحدة خارطة الطريق الخاصة بنا بما فيها استراتيجية الذكاء الاصطناعي. فنحن أنشأنا هذه الاستراتيجية ووضعنا الإنسان في مركزها حماية لحقوق الإنسان واحتراما للكرامة الإنسانية، ولكن أيضا بهدف تشكيل هذه الثورة الرقمية التي نعيشها، وله معنى كبير، ونريد أن تكون هذه الأدوات مهمة، وسنتعاون مع أصحاب مصلحة مختلفين للتقاسم معهم بهذه التكنولوجيات، وأيضا لإعطائهم الفرصة لتشكيل هذه الثورة الرقمية من أجل تمكين المرأة ومن أجل تمكين الجنوب، ولإفهام هذه الفئات بهذه التكنولوجيات حرصا على الحفاظ على حقوقهم. شكرا للسيدة واليونسكو. الآن إلى السيد ماريو سيمولي فليحاول الإجابة أيضا. شكرا على هالسؤال. نقول أن نحن في حالة كارثة، فلا بد للقطاع الخاص أن يوفر خدمات رقمية لكل المجتمع وخاصة للفئات الأضعف، وفقط بهذه الطريقة نستطيع الخروج من هذه الأزمة. 40% الوصول إلى مثل هذه الخدمات الرقمية هو شيء مفتاحي. شكرا لك. شكرا جزيلا. المجتمع الافتراضي يجب أن يعول على قيام الناس بتقييم وتقدير بعض السياسات بأنفسهم وتحديد مدى فعاليتها من عدمها، ونحن سنتعاون مع كل صاحب مصلحة في العالم على القيام بهذه الاستراتيجيات. وأنا وأما الآن سيد غوش. شكرا. كإحدى المؤسسات الرائدة في آسيا، نقوم نحن بجعل الحياة أكثر ديمقراطية. إذن نحن وضعنا أكثر من 100 طاقم من البيانات المعلومية. للأسف لا نسمع السيد غوش، هل تسمعونا؟ أعتقد أنه انقطع الاتصال به. السيد أرونابا، نعم الآن نسمعك. إذن قلت أن أحد الواجبات المهمة هو أن نكون هناك، البيانات أن تكون متاحة لأكبر كمية ممكنة من السكان. وضعنا أكثر من 600 طاقم من الأسئلة والبيانات والمعطيات التي يمكن استخدامها أثناء التدخلات. سوف نتابع هذه العملية. أود لو أن الحكومات قامت أيضا بجعل مثل هذه المعلومات ضمن وضع قانوني معين يسمح بتداولها واستخدامها
فيما يخص الحلول المناخية فإن هذا سيساعد في إنقاذ ملايين الأحياء. إذن مثل هذه الديمقراطية في معمارية هذه البيانات سيجب على الحكومات أن تتدخل في هذا المجال. شكرا جزيلا. وفي الختام السيد جوش كالمر فليتفضل. شكرا. لا أستطيع الحديث باسم الشركات الأخرى من قطاع التكنولوجيا، ولكن باسم شركة زوم ألتزم وتعهد بأننا سوف نقوم كل ما بوسعنا لتدويل هذه الأولويات الموحدة، وبأننا سنعطي أدوات آمنة للناس والمستخدمين. وعودة إلى التعليم، نريد أن نأتي وربما في التعاون مع الأمم المتحدة أن نقيم ندوة أو مؤتمر يجمع الشركات التكنولوجية ومنظمات غير الحكومية والحكومات لبدء العمل في مجال التعاون على تلك الطرق والأساليب التي تروج للتعليم عن بعد بشكل فعال. ونحن نريد أن نروج للزوم، فمجرد طرحت فكرة في هذا المجال. آخر من سيتكلم السيد لابلاين. أمران: الأول، المجتمع المدني الذي أمثله علينا الكثير، علينا فعل الكثير. إذن واجبنا وتوصيتنا هي إدراج أسس التطور الرقمي، أن نتعلم من خلال العمل والفعل، وهي أيضا رجاء إلى الحكومات أن المجتمع المدني يجب أن يكون لديه وصول حقيقي إلى هذه البيانات، لأن المجتمع كما سمعنا لديه الكثير من البيانات التي لها العديد من المعنى. شكرا جزيلا على الكثير من هذه الإجابات. قبل أن أنهي الجلسة أود أن أقول أن توصيتي هذه سأقرأها باللغة الفرنسية، بما أننا على منتدى للأمم المتحدة، أنه من الطبيعي أن التقنيات الجديدة هي أساليب جديدة، يجب علينا أن نقوم بأن هذه التقنيات الرقمية الجديدة يجب أن تسمح على نمو البشرية نحو بشكل إيجابي من أجل إنشاء مبادرات تخدم الجميع. هذا هو هدف، وهذا ليس شيء قمنا به، نحن كلنا نسعى إليه كبشرية. إذن كل هذه الأمور هي فرصة لنا في هذه المرحلة للوصول إلى درجات أعلى كبشرية تستطيع فيها أن الوصول إلى نمو يخدم الجميع. إذن هناك الكثير مما يجب علينا أن نفعله، يجب أن نقيم ما فعلناه حتى الآن، وفي إطار المنتديات التالية للأمم المتحدة علينا أن نقيم ما فعلناه. أشكر الجميع على هذا اللقاء، ولدي أمل في أن نلتقي مرة ثانية. نختتم هذه الجلسة، إنها انتهت، وشكرا. شكرا لمنسقاتنا وجميع المشاركين في الجلسة، شكرا للمستمعين.